مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل اللوك اللي انتوا شايفينه ده، وعايزاكم تقولولي رأيكم في اللوك ده ايه واختلافه عن اللوكات اللي فاتت. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب تحت القناة ولايك للفيديو. اول حاجة انا خدت لون اورنج صريح وابتديت اوزعه على كل الجفن بتاع العين زي ما انتوا شايفين كده بفرشة واسعة. بعد كده ابتديت اخد فرشة دمج صغيرة وابتديت اخد لون اسود واحطه على اخر العين، وبفرشة فلات برضو خدت نفس اللون الاسود وابتديت اركزه على اخر العين زي ما انتوا شايفين كده. ورجعت تاني لفرشة الدمج بتاعتي بعديها وبدخل اللون الاسود على جوه واحدة واحدة، يعني واحدة واحدة عشان خاطر ايه ما ياخدش كل العين او ما تغمقيش العين كلها. بعد كده هنا ابتديت في الكريس، عملت نص كريس وخليها تبقى مغمضة وانت بتعملي الكريس عشان خاطر تعرفي تعمليه كويس، ويكون بكونسيلر تقيل شوية. هنا ابتدينا ندخل على الوش وابتديت احط اول حاجة ليكويد هايلايتر ومعاه مرطب. الليكويد هايلايتر حاولي ان انت تدمجيه الاول قبل ما تحطي الفاونديشن لو انت اول مرة تجربي النوع اللي انت هتجيبيه، عشان خاطر ساعات بتلاقيه بيعلق. بعد كده ابتديت اخد الفاونديشن، عشان تعرفي درجة الفاونديشن كويس اذا كانت هتليق عليها ولا لا بتبدأي تحطيه عند حتة الدقن دي عشان خاطر تشوفيه ماشي مع لون رقبتها ولا لا. وهنا ابتديت اوزع الفاونديشن وادمجه كويس. بعد كده ابتديت اعمل الكونتور بتاع الوش وبنحت الوش شوية زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هبتدي ادمجه. هنا بدمجه واحدة واحدة كده بوضع طبطبة زي ما انتوا شايفين كده، ببتدي اطبطب على الكونسيلر عشان خاطر ادخله جوه الوش ويبان ان هو ناتشرال، مش مكلكع او مش ممسوح زي ما انتوا شايفين كده. برضو ببتدي اطبطب في الناحية التانية. بعد كده ثبت الفاونديشن والكونسيلر وهنا ابتديت ارش الفيكس بلس. بعد كده بخليها مغمضة شوية وبجيب مروحة وبنشف الفيكس بلس او بستناه ينشف، وبعد كده هبتدي اكمل بقية الوش تاني. هنا بقى هرجع لفرشة الدمج بتاعتي الاولانية تاني وهاخد لون اورنج وهبتدي ادمجه مع الحروف عشان خاطر اللون ما يبانش غامق قوي زي ما كان باين من شوية. شايفين اللون الاورنج فتح فوق العين ازاي، عشان ما تحسيش بس ان اللون غامق قوي وتتصدمي منه. بعد كده هنا ببتدي احط الجليتر وبخليها مغمضة وما تفتحش عشان خاطر مفيش حاجة تدخل في عينيها. فايدة البودرة او الباودر اللي انا حطيتها تحت عينيها دي عشان خاطر ممكن الجليتر اللي معاكي يكون بيقع وبيلزق، فانتي وانتي بتشيليه او بتشيلي اللي بيقع بتشيليه مع الباودر فبيتشال على طول. هنا ابتديت ارجع تاني للكونتور بتاع الوش وابتديت انحت النوز شوية عندها زي ما انتوا شايفين كده، وبدخلها على منطقة الحواجب عشان خاطر يعني اقرب الحاجبين من بعض شوية او يبانوا قريبين اكتر. بس كده وهبتدي اكمل العين من تحت. مشيت اول حاجة باللون الاورنج اللي انا خدته فوق في الاول، وبعد كده ابتديت اخد بفرشة فلات اللون الاسود اللي انتوا شايفينه ده. اللون الاسود بيبقى حلو قوي تحت العين، بيبرز العين وبيديها جمال حلو. يعني الناس اللي بتفتكر ان الاسود تحت العين او جوه العين وحش، لا بالعكس، في لوكات اللون الاسود معاها بيبقى حلو وبيبرز العين ويبينها اكتر. هنا زي ما انتوا شايفين كده هبتدي اجرب الرموش عليها وهشوف اني هتنفع اكتر. جربت الاول الرمش ده بس حسيته نازل قوي، ودلوقتي هحط لها رمش تاني وهختار بين الاثنين، يعني هختار اللي على ايدي اليمين كان افضل بالنسبة لي لان هو كان رافع العين اكتر عن الاولاني. اهم حاجة وانتي بتجربي العروسة تشوفي ان الرموش دي هتليق عليها ولا لا، مش تحطي الرمش وخلاص، عشان في رموش مثلا هي عينيها بتبقى مرفوعة، في رمش بيبقى نازل فمش بيدي العين الفينش اللي انتي عايزاه.
بعد كده ابتديت بقى احط الروج، وخدت لون الروج القمر ده، معرفش انا حبيته قوي، هو على اورنج شويه. وابتديت اظبط بقى الروج. لو عايزين تشوفوا بنرسم او برسم الشفايف ازاي وبكبرها ازاي، هحط لكم لينك الفيديو بتاع رسم الشفايف تحت في الديسكريبشن بوكس، او هتلاقوه فوق، هحط لكم فوق. وبعد كده هنبتدي ندخل في البلاشر. هعيد تاني على البلاشر بتاع الوش عشان خاطر انور الوش اكتر. بعد كده هنبتدي ندخل في مرحلة الهايلايت اللي كلنا بنحبها. خلصت اللوك بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. وكمان لفت لها الطرحه البيضه. يا رب اللوك كله يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تسيبوا لي كومنتات تحت حلوه، وتقولي رايكم في اللوك بتاع النهارده ايه، وتعملوا سبسكرايب تحت القناه ولايك للفيديو، وتابعوني على الفيسبوك والانستجرام. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.